الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أيها الأفاضل، ما زلنا مع قصة نبي الله يوسف، وقلنا في الحلقة الماضية أن زليخة قد ملك يوسف عقلها ولبها مما جعلها تفكر في الفاحشة، لكن الله تعالى وفق نبيه ودافع عنه بحضور زوجها والشاهد الذي قال لزليخة إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لكن زليخة لم تقف عند هذا الحد، خاصة وأن الخبر قد انتشر في أرجاء المدينة، فجمعت النسوة وأعطت كل واحدة منهن سكينا بعدما أكرمتهن من الطعام والشراب، وقالت ليوسف أخرج عليهن، لأن الخبر قد انتشر. والقرآن الكريم قد حكى ذلك في قول الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، أي أعطت كل واحد فيهم واحد الوسادة واحد الأريكة وأعطته واحد سكين، وقالت سيدنا يوسف أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، شي حاجة كبيرة، وقطعنا أيديهن من شدة الإعجاب، كانوا يعني كيقطعوا في الفواكه ولاو كيضربوا في يديهم، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ممكنش يكون هذا بشر، لأنه كان واحد الجمال خارق سيدنا يوسف عليه السلام. فأعجبها الحال وأرادت أن تعيد الاعتبار وترد الاعتبار لنفسها، فقالت لهن: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا الشيء علاش نتوما لمتوني؟ هذا ليس جماله ليس طبيعي، لقد ملكني وملك حياتي حتى أصبحت أفكر إلا فيه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن بالتوكيد وليكون من الصاغرين. ولكن يوسف الصديق، ابن الصديق النبي الصالح، بماذا أجاب؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اختار السجن على أن يقع في الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهدين. يا ربي إلا موقفتيش معايا في هذا الموقف العظيم الرهيب راني غنضعف وغنستجب لهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. أحبتي الكرام، سنحاول في الحلقة المقبلة إن شاء الله أن نتناول قصة يوسف عليه السلام في السجن ومصاحبته للرجلين اللذين كان يعملان عند ملك مصر، وبسبب أحدهما إن شاء الله سيفرج عن يوسف عليه السلام، وسنحاول أيضا أن نتحدث عن الرؤية التي رآها الملك. وإلى أن ألقاكم في حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.